سفارة مريكان كاية الصومالية يا مركلة وحا اي فرين او ديرتي مدحونا ياشا دولود قبلات يدا جوبلان اي هرشب اللا كواس او لغاد البضاين اي دجيان لما يزدرك دورشادة كراس تقولها شعب كا الصومالية اي وليكو هرسان ديگان ندودة سفارة مريكان كا يا ورقرا له او لغو دابع اي بوغي دا تويتر كا وحالغو شاقين دولود مريكان كو اي كو بورين اي سوه قام ياشا كلا احمد محمد اسلان احمد مدوبي وجوبلان هو جاميه إيو سيدو كالي علي قودلا وحسين هير شبال إن أي دي جيان لما يستيرك الدور الشادة قولها شعبك الصومالية قارهان كراس تاكو هرسان ديگان ندودة وحانا سيدو كالي لو سوجي دي هو جاميهش إن أي احترامان إسلامر كان أي تيح قليان وقت قلو أستي دارنتا حلي بان نظر لبدا قولايا بارلمان كالصومالية إسلامر كان أفريو طبانك أبريل وما المكوبان أي نجاحيان إن عيادة دورشادة سايقو سيسو حالو سوجي دي إن وحي عقبادا أي ودا حدال إيا سيدو كاليسكو تنازل أي كودم ميان إسلامر كان أي أكاميرا داليان سو قبن قبن تجي دي سعود كدورشادة الصوماليا حدال كاكا صوبحي سفارة دمريكان كاي الصوماليا إسلامر كان كوادن فرين تلو دري هو قامياش جبلان إيهير شبالة أي كسو آذي وقتي ولي كالا عراكتي دوانان حوقن أي كجيرتو حنان كاللو مريو لما يستيرك دورشادة سعوطة ايه قولها شعبك غار اهانا موران كاكتاقا نكراستا تالا قرب هرري ايه سيدو كالي دولد قبلات كهير شابيلي او ان وليد لما يستيرين كراستا قولها شعبك ايه ديگا ندو دا غار اهان كوي يالا مغالادا جوهر ينكا سوى مامول كهير شابيلي سير رسمي او ان اوشيقينين عقبادا كهور تاقا لما يستيرك دورشادة لغانا سوغا يو مسورين تو انا اي سيجر رسمي اوغو دا غلان لما يستيرك دورشادة بالسي سيجود kulso waxa la aaminsan yahay in arintan ay saameyn guud isku leeyihiin khilaafka ka taagan waqtiga la qabanayo munaasabada lagu dhaarinayo xildhibaanada labada golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo cid ay tahay in ay si rasmi ah u qabato hoggaamiyasha dowlad goboleedyada qaar kood ayaa horey kaga soo horjeestay dhaqdhaqaaqa ka socda dalka gaar ahaan geedi socodka doorashada iyagoo sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ay ka weecdeen hanaankii ay ahay doorashada in loo wajaho sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha ayay ku eedeeyeen in uunan madax bannaanaysiin guddiga doorashooyinka arintaas oo sababtay khilaafka soo cusboonaaday ee sababay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo markale dib ula laabto xildhibaanadii dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho kuwaas oo la tashi kulama ka wada magaalada Baydhabo kadib markii ay dib ugu laabteen xildhibaanada tiradooda lagu qiyaasay in ay kor u dhaafayso lixdan xildhibaan kuwaas oo dib kaga laabtay magaalada Muqdisho. Warin dhacda CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.